سلامك ورحمة الله وبركاته. ده موقع في قصة بسيطة، بتعلم الطفل استخدام الكمبيوتر وبيعلمه البرمجة بأسلوب سهل وبسيط. أقول له أنا عايز أبدأ، فبيقول لك أنت موجود مثلا هنا ومفروض تتنقل للخانة ديت، تمام؟ هبدأ أقول له إيه، هو بيشرح الفكرة تبقى عاملة إزاي، بقول مثلا همشي خطوة اتنين وبعد كده يبقى أنا كده وصلت، وأقول له أوكي. طيب المستوى اللي بعد كده اقول له انا امشي خطوة اتنين وبعد كده هلف وبعد كده خطوة اتنين وبعد كده هلف وبعد كده خطوة اتنين وبعد كده اكون انا وصلت للموضوع ده. اشغل، هي دي نفس فكرة البرمجة في الكمبيوتر، وهكذا مراحل معينة تبدأ، وفي بعض الحاجات هيضطر ان هو ينط. تعرفنا على امر جديد اللي هو ان انت تنط هنا، فانا اقول له مثلا ايه، ابدا خد خطوه وبعد كده نط وبعد كده لف نفسك وبعد كده نط وهكذا. بتبدا تبرمج الحاجه وتقول له رن بحيث يبدا الروبوت ده يوصل للهدف بتاعه.